آخر التطورات الميدانية في سوريا، حيث أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بسماع دوي انفجار في حي كرم الحوراني بحماة، هذا فيما سقط 41 سوريا بنيران قوات النظام، حيث تعرضت عدة أحياء في حلب لقصف عنيف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى دمار كبير في المدينة بحسب الهيئة العامة للثورة. فيما أكد الجيش السوري الحر فرض سيطرته بشكل كامل على اللواء 80 القريب من مطار حلب المركزي. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أعاد الثوار سيطرتهم على اللواء 80 بشكل كامل بعد أن تقدمت قوات الأسد خلال اليومين الماضيين. اللواء 80 الذي يعتبر الحامية العسكرية لمطار حلب الدولي يعد الأكثر أهمية في ريف حلب، فهو كفيل بإعادة الحياة لمطارها الدولي أو إبقائه مغلقا كما الحال منذ أشهر. وبعيدا عن المعارك، يكابد المدنيون داخل حلب للحصول على ماء في بلد يتمتع بثروة مائية، أزمة تحذر منظمات إنسانية من تفاقمها وسط انعدام الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وفي العاصمة دمشق تنفذ طائرات نظام الأسد حركات استعراضية، وهي تلقي بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات فوق رؤوس السكان وبشكل عشوائي كما الحال في ببيلة والمليحة والحجر الأسود والقدم. يا الله، الدخان واللهب خيما أيضا على درعا جنوب البلاد وفقا لتنسيقيات الثورة، بعد أن استهدفت طائرات الأسد أحياءها. منازل المدنيين في حي الوعر تتعرض للقصف، ولليوم الرابع على التوالي يتعرض حي الوعر في حمص لقصف عنيف كما الحال في كفر زيتا بحماة، حيث تحدث ناشطون عن إلقاء طائرات النظام عدة براميل متفجرة فوق المدينة ما أوقع قتلى وجرحى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إيه الله أكبر، كنت سريتين، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.